وللمزيد من التحليل والتفصيل إذن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، بعد التحية، كيف ترى العلاقات الدولية مع قوات الاحتلال في ظل ما نشهده بشكل يومي من كلمات ممثلين لعدد كبير من الدول أمام محكمة العدل الدولية؟ اهلا بحضرتك يا استاذه دعاء، واهلا بالساده مشاهدي كسترا نيوز. طبعا يعني العالم بدا يضد من التصرفات الاسرائيليه التي ارتقبت في حق الشعب الفلسطيني واودت بحياه الكثير من الابرياء والاطفال والنساء، باعتبار ان اسرائيل حتى هذه اللحظه لم تلتزم بتنفيذ أي من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي جعلتها عضوا فيها، باعتبار أن إسرائيل في الأساس كان من المفترض أن تقوم بتنفيذ 3 شروط رئيسية لتكون عضوا في الأمم المتحدة. لم تلتزم بهذه الشروط حتى هذه اللحظة، سواء الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، سواء بالالتزام بقرار التقسيم رقم 181 لسنة 47 وأقامت دولة فلسطينية عادلة على حدود 67، سواء بعودة لقبول عودة اللاجئين الفلسطينيين مرة أخرى إلى أراضيهم. وبالتالي أرى أن العالم يضيق الخناق وبشكل كبير على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأصبحت إسرائيل يوميا يعني تخسر الكثير من وجود دعم دولي وأوروبي وأيضا أمريكي بشكل واضح في الفترة الأخيرة، على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تقدم كل أوجه الدعم، إلا أن هناك تراجع، ولو كان هذا التراجع نسبي في دعم الإدارة الأمريكية ليس لدولة الاحتلال الإسرائيلي ولكن لحكومة نتنياهو. وبالتالي أرى أن هناك تحركات كبيرة جدا، وأن أكثر من 52 دولة تعطي رأيها الاستشاري إلى محكمة العدل الدولية واللي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، دليل قاطع على استمرار إسرائيل في سياستها أحادية الجانب. نعم. التي أدت إلى تراجع دورها بشكل كبير على المستوى الدولي، وأصبح هناك تقليص للأدوار الإسرائيلية بشكل واضح سواء سياسيا أو قانونيا. نعم، بالأمس كانت هناك كلمة تاريخية لمصر في محكمة العدل الدولية، وفي الحقيقة أن هناك الكثير من العوامل المشتركة بين ما تقوله مصر وأيضا بين عدد كبير من الدول. عدم شرعية ما تقوم به قوات الاحتلال، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لابد من إيجاد حل لهذه القضية بحل الدولتين. كل هذه الأمور هناك يعني شبه إجماع على أن لابد أن تنفذ على أرض الواقع. هل من المتوقع أن يكون لكل هذه الكلمات، لكل هذه ردود الأفعال الحريصة جدا على أن تبدي رأيها أمام محكمة العدل الدولية، وأن تطالب محكمة العدل الدولية بأن تخرج برأي استشاري أو بحكم أيا كان المسمى حتى تحل هذه القضية؟ هل من الممكن أن تكون لهذه الكلمات بالفعل هذه المرة صدى كبير ورد فعل وتأثير على ما تقوم به قوات الاحتلال؟ يعني صوت هذه الدول أمام محكمة العدل الدولية يهز النظام العالمي ويضعف الإدارة الأمريكية بشكل كبير، ومعها طبعا إسرائيل، باعتبار أن مصر تسعى وبكل قوة ومعها أكثر من 52 دولة لمحاسبة إسرائيل عن كل الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني ومحاصرتها سواء قانونيا أو سياسيا. مصر تسعى وبكل قوة وتريد التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي اللي استمر أكثر من 75 عام. إسرائيل ارتكبت الكثير من الجرائم في حق الشعب الفلسطيني بدم الأراضي وهدم المنازل، وأيضا التهجير القسري للفلسطينيين سواء كان تهجيرا داخليا أو محاولة تهجيره خارجيا، الافتلاء على الأراضي بشكل ممنهج من خلال استعمال القوة المسلحة، وأيضا سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري. كل هذه المعايير ارتكبتها إسرائيل وانتهكت كل أحكام القانون الدولي. وبالتالي مصر يعني تسعى وبكل قوة إلى أن يكون هناك رفع حقيقي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم الاعتراف بأي أثر قانوني لكل هذه الإجراءات الإسرائيلية، وتوفير
يعني دعم حقيقي للقضية الفلسطينية وتوفير حاضنة دولية حقيقية للقضية الفلسطينية تكون هي الوازع القانوني والوازع السياسي والوازع الدبلوماسي لكيفية تنفيذ مبدأ حل الدولتين. وفي ظني وتقديري أننا أمام مرحلة فاصلة يا أستاذ دعاء في المشهد الدولي بشكل كبير، لأن هذا الضغط الكبير الذي يمارس من كل دول العالم وعلى رأسهم الدولة المصرية، لأن هناك فارق كبير جدا بين المذكرة التي أو المرافعة الشفهية التي تقدمت بها مصر وبين أغلبية هذه الدول، على الرغم من أن الدوافع واحدة، إلا أن الدولة المصرية تمتلك التفاصيل، تمتلك الخبرة القانونية، تمتلك ما يدين إسرائيل. يعني هناك الكثير من القوانين التي صدرت من دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 48، واتخذت يعني مجموعة من القوانين المقحفة بحق الشعب الفلسطيني كقانون العودة، قانون الهجرة والجنسية، كلها قوانين خطيرة جدا، وأيضا قانون يهودية الدولة ومنع رفع العلم الفلسطيني. هذه القوانين يعني في ظني وتقديري أنها من أخطر القوانين التي يعني تؤدي إلى الاضطهاد العنصري. وأيضا يعني في بعض القوانين الدولة المصرية تعرفها وتدرسها جيدا، وهي القوانين الخاصة بمنع دخول أي من سكان قطاع غزة إلى الضفة الغربية. من يتم القبض عليه من الضفة الغربية وهو من يتم القبض عليه من قطاع غزة وهو في الضفة الغربية يحاكم بالسجن من دولة الاحتلال الإسرائيلي بالسجن 3 سنوات. وأيضا الكثير من الإجراءات الأخرى حتى قبل 7 أكتوبر، شهدنا الجرائم المركبة التي ارتكبت من دولة الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في قرية حوارة وحرق الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من الإجراءات والمواقف التي تؤكد عليها الدولة المصرية باعتبار أن إسرائيل ارتكبت الكثير من الجرائم يعني التي يدين لها الجبين. طيب دكتور حامد، من خلال المرافعات والكلمات التي تتم أمام محكمة العدل الدولية، بقى واضح الآن بالنسبة للجميع عدم شرعية الكثير من النقاط والكثير من الأمور وعدم قانونية الكثير من الأمور التي تقوم بها قوات الاحتلال، ليس فقط في الأونة الأخيرة، لكن وجود قوات الاحتلال بهذا الشكل، فكرة عدم تقرير المصير، فكرة عدم استخدام الموارد الخاصة بالدولة الفلسطينية لأصحاب الأرض الأصليين، الجدار العازل الذي بالتأكيد الكل يعرف أنه غير قانوني وغير شرعي، لكن يعني لم يتم فيه شيء حتى مع إصدار قرار أو رأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية. أيضا فكرة أن كانت هناك بعض الدول تتحدث عن أن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها تجاه ما حدث في 7 أكتوبر، الآن أصبح من الواضح أن قوة الاحتلال ليس من حقها أن تدافع عن نفسها لأنها قوة احتلال، ومن حق أصحاب الأرض أن يدافعون عن أنفسهم بكافة السبل والطرق، وهذا طبقا للقانون الدولي. إذن القانون الدولي يذهب لمن الآن؟ من الذي من الممكن أن يقوم بتنفيذه؟ المشكلة الكبرى في هذه الجزئية يا أستاذ دعاء أننا نفتقد لأي آليات للتنفيذ. محكمة العدل الدولية ليس لها سلطة إلا إصدار الأحكام والقرارات أو التدابير الاحترازية أو التدابير المؤقتة، ولكن من عليه تنفيذ هذه القرارات أو الأحكام إن صدرت بإدانة إسرائيل أو بوقف يعني بالأخص الاستيطان الإسرائيلي بشكل كبير، لأنه ليس للمحتل الحق في الدفاع عن نفسه. إحنا بنتحدث عن 750 ألف مستوطن إسرائيلي، يعني أكثر من 185 مستوطنة و200 بؤرة استيطانية، وده كله على الأراضي الفلسطينية، وبالتالي ليس من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها بأي حال من الأحوال. ولكننا نفتقد وبشكل كبير في مجتمع دولي ظهرت هذه القضية أن به العوار القانوني والدبلوماسي والسياسي، سواء في مجلس الأمن سواء في محكمة العدل الدولية، لأنه بعد صدور الحكم من محكمة العدل الدولية من المفترض أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتنفيذ هذه القرارات، وهو غير قادر ولم تتوافر حتى هذه اللحظة الإرادة السياسية من قبل الولايات المتحدة
المتحده الامريكيه التي تعرقل تنفيذ اي قرارات. واذا كان مجلس الامن الدولي هو القوه الكبرى القادره والمنظمه الكبيره والمؤسسه الكبرى القادره على تنفيذ مثل هذه القرارات، فاننا شاهدنا اول امس يعني فيتو امريكي يبهد المحاولات الجزائريه العربيه المتكرره للعمل على اصدار قرار يفضي الى وقف شمل اطلاق النار. وبالتالي هذا السلاح الخطير اظهر انه لابد ان يتم تغيير النظام الدولي، لابد ان نتحول الى عالم ليس عالم الثلاثية القطبية أو الأحادية القطبية، ولكن عالم متعدد الأقطاب والقوة. لابد أن يكون هناك صوت للأمة العربية والإسلامية، وتكون لهذه القوة يعني قوة كبيرة في الضغط على القوة الكبرى في الفترة القادمة. وبالتالي أرى أن النظام الدولي لابد أن يتغير في الفترة القادمة، وندفع في اتجاه تعزيز العمل العام لخدمة كل القضايا، ولا يتم استغلال مثل هكذا مؤسسات لخدمة مصالح الدول الكبرى على حساب الفئات المهمشة والدول الغير قادرة على الحصول على حقوقها. طيب إن فرضنا أنه خرج بالفعل رأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية وتم تمريره إلى مجلس الأمن الدولي، ونتيجة لإثبات وتأكيد أن كل ما تقوم به قوات الاحتلال هو غير قانوني وغير شرعي، وحتى فكرة التشدق بحق الدفاع عن النفس والتي كانت تدافع عنها عدد من الدول في السابق هذه أيضا غير قانونية طالما أنها قوة احتلال، دعنا نفترض إن لم يحدث الفيتو الأمريكي أو الفيتو من أي دولة من الدول، ما الذي من الممكن أن نراه على أرض الواقع؟ يعني لو صدر قرار من مجلس الأمن تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنها ارتكبت جرائم إبادة جماعية وعليها أن تتوقف فورا، ويكون هناك قرار قارن تلزمه هذه الدول، أولا هناك تشكيك في عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هناك من الممكن أن تعيش إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة القادمة في عزلة دولية نتيجة انتهاكهم سياسة أحادية الجانب تفضي إلى فقدان الكثير من الأرواح الأبرياء والشهداء. لابد أن يمارس ضغطا حقيقيا على إسرائيل دبلوماسيا لكي تتوقف عن ممارستها، لأن استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشكل وبهذا الدعم اللامحدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لن يؤتي بثماره. وبالتالي حتى إن صدر قرار لابد أن تتوافر في هذا القرار الإرادة السياسية الدولية اللازمة لتنفيذه على واقع الأرض. أكم من قرارات يا أستاذ دعاء صدرت ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي ولم يتم تنفيذها. وبالتالي أرى أن المجتمع الدولي الآن بدأ يشعر بأن عليه مسؤولية كبيرة لحماية أرواح الشهداء والأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني. أصبح أنه مدرك أنه لابد من إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية، لأنه من لم يمت بالقصف والقتل بالآلة مات من الجوع والمرض، مات من الجوع والمرض والعطش، وأصبحنا أمام منحنى خطير جدا، ولا بد أن يضحى الضمير الإنساني ويتحرك وبشكل كبير في دعم العمل الإنساني والإغاثي، وبالأخص الدور المصري الكبير اللي بتلعبه الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى، ووقفت في وجه الولايات المتحدة وإسرائيل وضغطت عليهم منذ اللحظة الأولى لكيفية كسر الحصار عن قطاع غزة، ومهدت معبر رفح ولم تغلق معبر رفح ولو لثانية واحدة، وقدمت أكثر من 80% من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى أشقائنا في فلسطين. وهذا هو الدور التاريخي اللي بتلعبه الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى. 10 اعتداءات متكررة منذ العام 2014 لم تنجح دولة في العالم في تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء في فلسطين مثلما فعلت الدولة المصرية. وهناك أيضا نقطة أريد أن أتحدث مع حضرتك عنها، لكن هذه النقطة ستكون النقطة التالية ليست النقطة الحالية، وهي تعليقك على كلمة ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية بالأمس. لكن طالما أن هناك عدد من القرارات تمت من قبل مجلس الأمن ضد إسرائيل وقوات الاحتلال لكنها لم تنفذ على الأرض، إذا لماذا هذه المرة في ظل كل هذه الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال دائما ما نجد الفيتو الأمريكي؟ لماذا دائما هناك إصرار على ألا تمرر قرارات من قبل مجلس الأمن هذه المرة بالرغم أنها لا تفعل؟
يعني في ظني وتقديري ان نحن الان امام عام الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، ولابد ان يعلم المشاهد في اجزاء مهمه جدا ومتريعه جدا كيف يعمل اللوبي الاسرائيلي اليهودي في الولايات المتحده الامريكيه. احنا بنعلم ان حجم اليهود الامريكيين الموجودين في الولايات المتحده الامريكيه حوالي 6.5 مليون يهودي، يعني حوالي 2% من الشعب الامريكي، وامريكا لتقول ان اسرائيل يعني تعتبر بالنسبه لها هي قاعده متقدمه في المنطقه العربيه والاسلاميه، وبالتالي في ثلاث محاور بيلعب عليهم اللوبي او الصوت اليهودي للتحرك في تقويض اي قرارات تصدر من مجلس الامن والضغط على اداره بايدن، سواء الصوت اليهودي او حتى التمويل اليهودي للحملات الانتخابيه والتنظيم الفعل اليوبي اليهودي داخل الولايات المتحده الامريكيه، كلها نقاط بيتم استخدامها وبالاخص في المرحله الاولى من الانتخابات الاوليه الامريكيه اللي بيكون لللوبي اليهودي او للسوق اليهودي ثقل كبير ووزن نسبي مختلف، لان هناك الكثير من الامريكيين لا يصوتون في هذه الانتخابات، اذكر هنا الاحزاب الجمهوريه، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وبالتالي هناك الكثير من طريقة عمل اليوبي اليهودي اللي بيتدخل وبشكل كبير في رسم السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، وبالتالي أرى أن هذه الجزئية تحديدا تكون ضاغطة وبشكل كبير على الإدارة الأمريكية في عدم اتخاذ مثل هكذا قرارات، وبيتحكم اللوبي اليهودي سواء في عدد الأصوات سواء في حملات التمويل سواء في رسم السياسة الخارجية، كلها نقاط جوهرية. نعم، لكن أعود لنفس النقطة مرة أخرى دكتور حامد، طالما أن هناك قرارات من قبل مجلس الأمن تجاه قوات الاحتلال لكنها لا تنفذ على أرض الواقع، ما التخوف من أن يتم تمرير قرار تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات تجاه الشعب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة هذه المرة؟ هي على كافة الأحوال في أوقات كثيرة هي لا تنفذ أو لا تنصاع لها إسرائيل، هل كل هذا بسبب الانتخابات حتى لو كان معروفا أن قوات الاحتلال لن تنصاع لهذه القرارات؟ إدارة بايدن يا فندم لا تريد خسارة الأصوات اليهودية والدعم اليهودي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يجعلها تدافع وبشكل كبير. هناك فارق في إدارة بايدن في التعاطي مع هذه الأزمة مع جزئين رئيسيين، دولة إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الحالية، هناك دعم مطلق لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ولا تريد الولايات المتحدة إدانة إسرائيل أمام المؤسسات الدولية وتتدخل في كل مراحلها وفي كل اتجاهاتها سواء على المستوى السياسي على المستوى القانوني على مستوى الدعم العسكري. ولكن في ناحية أخرى بدأنا تظهر خلافات واضحة بين الحكومة الإسرائيلية الحالية وإدارة بايدن، وبالتالي الولايات المتحدة لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تتراجع عن دعم إسرائيل، وهذا هو الدعم الذي يقدم لها، ولا تريد تمرير مثل هكذا قرارات لأن ذلك يحرج الإدارة الأمريكية أمام العالم ويجعل الإدارة الأمريكية وإسرائيل في خندق واحد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمام كل دول العالم. احنا بنتحدث عن صدور قرارين من الجمعية العامة للأمم المتحدة أربك المشهد بشكل كبير لدى الإدارة الأمريكية ولدى إسرائيل. القرار الأول أكثر من 122 دولة بيوافقوا وبشكل كبير على مثل هكذا قرارات ووقف العدوان الإسرائيلي وإنفاذ المساعدات، وبعدها بأيام قليلة قرار آخر بموافقة أكثر من 153 دولة. نعم دكتور حمد، هناك الكثير من الأسئلة التي أريد أن أطرحها لحضرتك.